على مدار الأيام الثلاثة الماضية القوات المسلحة التابعة للاحتلال التركي تقوم بقصف بلدة عين عيسى والقرى القريبة منها، القرى الآهلة بالسكان، وبلدة عين عيسى أيضا آهلة بالسكان. القصف أدى إلى نزوح عشرات العائلات من تلك القرى ومن بلدة عين عيسى هربا من بطش الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها. طيب سيد رهان، هل هناك خسائر بشرية أو إصابات؟ لا نسمع سؤال جيدا. هل هناك ضحايا أو إصابات بين المدنيين جراء هذا القصف؟ نعم، القصف قبل يومين أسرع عن إصابة امرأة وطفلين كانت في منزل ما وقفت عليهم قذيفة، وفي القرى أيضا هناك سجلت عدة حالات إصابات بين المدنيين، بعض منها حالاتهم حرجة تم نقلهم إلى مشافي الرقة. طيب منذ أيام كان هناك اجتماع لقادة من قوات سوريا الديمقراطية مع ضباط روس في هناك في بلدة عين عيسى لوقف هذه الاعتداءات التركية في عين عيسى، هل هناك أي معلومات حول مخرجات هذا الاجتماع؟ بصراحة يعني الاحتلال التركي والضامن الروسي الاحتلال التركي غير ملتزم بأي اتفاقية تحصل. فالاحتلال التركي يعد بوقف إطلاق النار في عين عيسى، وفي نفس اليوم يقوم بقصف بلدة زركان أبو راسين. الاحتلال التركي غير ملتزم باتفاقية وقف إطلاق النار، لكن قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة بعملية وقف إطلاق النار، وهي في حالة الدفاع عن النفس فقط ولا تبادر بالهجوم. لكن الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها تقصف تلك القرى في بلدة زرقان وفي ريف بلدة عين عيسى الآهلة بالسكان دون أي رادع. الضامن الروسي في بلدة زرقان وفي عين عيسى لا يحرك ساكنا، يأتي مثل ما يقول بعض اللي ضرب ضربه اللي هرب هرب. أوران كمال الصحفي كنت معنا مباشرة من الشمال السوري، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الشمال السوري.